خليني اقول لحضراتكم قبل ما انهي الحلقه مع ضيفي الجليل انه مهم جدا يكون في تباعد اجتماعي. مش بنقول ان احنا هنخاصم بعض ونقطع بعض، ولكن حرصا على سلامتنا كلنا. احنا في فتره العيد احترمنا قياداتنا الرشيده وقاعدين في بيوتنا، يمكن احنا بس نزلنا النهارده ونزلنا. طبعا انا بشكر حضرتك جدا لقبول دعوتك لوجودك معانا النهارده، لاني ببقى يعني حريصه جدا اننا نقدم كل ما هو مفيد للمشاهد. حتى قناه الصحه والجمال ليها كل الشكر في ان هم يقدموا فقره طبيه زي دي في العيد، يمكن فريده من نوعها شويه او مختلفه، علشان احنا متجمعين في البيت، متجمعين يعني في لمه حلوه. لما نسمع مسرحيه حلوه اوكي، نسمع برضو معلومه طبيه من ضيفي الجليل، دي في حد ذاتها بتفيدنا، لان في اسئله كتيره جدا جدا يعني بتهم كل الناس، وبتبقى في بال كل الناس اللي حوالينا او اللي عندهم مشكله في الجهاز البولي او التناسلي او ما شابه. عايزه اقول لحضراتكم انه الاهتمام بالصحه العامه والتباعد الاجتماعي ده امر طبيعي جدا ومعروف، اكيد طبعا انتوا كلكم مش محتاجين تسمعوا مني كل ده، ولكن انا يعني بقوله حرصا على السلامه، وكمان مهنيتي انا، يعني انا نازله النهارده من بيتي علشان بس اقدم لحضراتكم الحلقه. طبعا استفدت كتير من زمايلي اللي عيدت عليهم النهارده، بصراحه افتقدناهم جدا، وصحه وجمال قدرت ان هي تجمعنا حتى لو بالتليفون. خدوا بال حضراتكم يعني احنا عيدنا كلنا على بعض بالتليفون، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من صحتنا، الصحه العامه والحفاظ على الجهاز المناعي. وايضا ارجوكم 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 لما نشتكي ما نقولش لحد، لما نشتكي نلجا للدكتور، يعني لما ناخد الموضوع من اوله ابسط بكتير من اننا ناخده يعني والموضوع فيه تدهور او فيه مضاعفات. ده يعني واجب عليا ان انا اقوله لحضراتكم، وليست نصيحه على فكره، يعني مش اكتر من كده. عايزه اشكر حضراتكم جدا لوجودي النهارده معاكم، وكل سنه وكل حضراتكم طيبين، وكل سنه واسره قناه الصحه وجمال بخير، كل سنه وكل فريق العمل المحترم اللي وراء الكاميرات. الحقيقه انا خايفه يعني انسى اسم منهم، لكن يعني كل الشكر لحضراتكم وكل الشكر ليهم كلهم. ربنا طبعا هنشكر دكتورنا طبعا، ده اكيد الكنترول بيقول لي طب انت هتنسي الدكتور؟ طبعا مش هنسى الدكتور. كل الشكر لحضرتك دكتوري الفاضل الاستاذ الدكتور محمد عمر، اخصائي جراحه مناظير الكلى والمسالك البوليه. حضرتك الحقيقه يعني وامراض الذكوره، حضرتك ذو قيمه علميه الحقيقه وقامه كبيره في مجال الطب، وتشرفت بوجودك النهارده. وشكرا جدا لوجودك وقبول دعوتك معانا النهارده، نزلناك من بيتك، لكن يا جماعه يعني في تضحيات اهي في المجتمع، ارجوكم خليكم في البيت. كل سنه وحضراتكم طيبين، حفظ الله مصر جيشا وشعبا. كل الشكر للقوات المسلحة المصرية، إلى اللقاء.